عبر آلاف السنين الممتدة في عمر الدولة المصرية. كانت مصر دوماً عنواناً للأمن والأمان ومقصداً للتجارة والتجار. ورغم كافة المتغيرات ظلت مصر على عهدها الذي وعدها إياها الرحمن جل في علاه. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فمنذ وصول الزائر إلى أرض الكنانة يستشعر الروح المصرية في حسن الاستقبال والترحيب واستقبال راق لكبار الزوار ورجال الأعمال والمستثمرين. وقد وفرت الدولة منافذ مخصصة للمستثمرين لتسهيل كافة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بدخول البلاد، ويلمس الزائر أيضاً شعوراً عاماً بالأمن والأمان. يرجع ذلك إلى استراتيجيات طموحة وضعتها الدولة لتشجيع الاستثمار وتعظيم الفرص أمام المستثمرين الجادين. وقد وضعت وزارة الداخلية آليات لإحكام السيطرة الأمنية وسهولة التدفق وتأمين حركة الركاب والأمتعة بشكل سلس وآمن ضمن منظومة أمنية متكاملة داخل وخارج المطارات والموانئ باستخدام أحدث الأجهزة المتطورة لضمان أمن وسلامة الزائرين. وفور انطلاق الزائر في شوارع المحروسة تندمج حواسه تلقائياً مع ملامح الحضارات المختلفة التي مرت بها مصر عبر العصور، ويستشعر التواجد الأمني في شوارعها. فمصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لفتح أسواق جديدة للمستثمرين وللشركات العالمية وضمان حقوق المستثمر وإنجاز وتسيير كافة أعماله، فضلاً عن توفير سبل الراحة له. ومع انتظام حركة السفن والبضائع ووصولها إلى الموانئ المصرية، يظهر جلياً حرص الأجهزة الأمنية على فرض مظلة أمنية متكاملة، حيث أقامت الموانئ منظومة أمنية لتيسير وتأمين حركة الركاب والبضائع مع الاستعانة بأحدث أجهزة الكشف عن البضائع والمفرقعات وتأمين كافة إجراءات الدخول والخروج للمنافذ الجمركية وتركيب منظومة كاميرات لمراقبة حركة سير الطرود والبضائع والمستودعات، مع تفعيل منظومة نقل البضائع ونظام الترانزيت وإنشاء خطوط اتصال بينهما وبين مختلف الموانئ بالبلاد للمتابعة الأمنية الدقيقة، انتهاء إلى مرحلة الشحن والنقل. ويمتد مفهوم التنمية إلى اهتمام الدولة بإنشاء شبكة ضخمة للطرق كان لها مردود إيجابي في جذب الاستثمارات الخارجية وتدفق الاستثمارات الداخلية، حيث تم التوسع في إنشاء شبكة طرق سريعة بطول البلاد وعرضها لتسهيل نقل الأفراد والبضائع من وإلى الموانئ والمطارات. وتم تأمين تلك الطرق من خلال العديد من نقاط الفرز الأمني المجهزة بالقوات اللازمة، فضلاً عن تأمين كافة وسائل المواصلات وضمان استمرارية عملها بصورة منتظمة. وصولاً إلى المناطق الحرة العامة للاستثمار على مستوى الجمهورية التي تطلع وزارة الداخلية بتأمينها باعتبارها أحد أبرز روافد الاقتصاد القومي وإضافة هامة للاستثمار، وتساهم بدور فعال في جذب الاستثمارات وتشجيع حركة الصادرات لكونها تضم العديد من المؤسسات الاقتصادية من مصانع وشركات خدمية تخضع لقوانين خاصة تتناسب مع طبيعة وأهمية تلك المناطق ودورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تسهيل بعض الخدمات للمستثمرين
مثل إنشاء قسم خاص للجوازات بمبنى الهيئة العامة للاستثمار، وسرعة إنهاء إجراءات منح وتجديد تراخيص الإقامة لهم ولعائلاتهم. ولم تغفل الوزارة أن تمتد تلك الحماية الأمنية إلى تفعيل دور أجهزة الحماية المدنية لحماية العاملين والمنشآت من أخطار الحريق. كما تخضع قرى البضائع إلى إجراءات تأمينية وفقاً لأسس ومعايير تهدف إلى تحقيق الأمن والحماية للمشروعات والعاملين وتأمين حركة تداول البضائع والقائمين عليها وإخضاع مناطق التخزين للمراقبة والتفتيش الأمني في إطار إجراءات أمنية للسيطرة على جميع منافذ الشحن الجوي. هذا وقد أدركت وزارة الداخلية منذ زمن بعيد أهمية العلاقة بين الأمن ومقومات الحياة الاقتصادية وأهمية الأمن باعتباره ركيزة للحياة الاجتماعية في توفير مناخ آمن وجاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية. فالأمن أساس التنمية، والأمن مطلب أساسي للفرد والمستثمر. ولضمان نجاح خطط وسياسات التنمية الاقتصادية، أنشأت وزارة الداخلية قطاعاً متكاملاً للأمن الاقتصادي، وتقوم في هذا الصدد شرطة التموين بحماية التجارة الداخلية التي تمثل عصب الاقتصاد المصري، ومكافحة جرائم الغش التجاري والتقليد وضبط السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات لطمأنة رؤوس الأموال على الدخول في الأسواق المصرية. كما تقوم مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بحماية العلامات التجارية وبرامج الحاسب الآلي من النسخ والتقليد. وتواجه مباحث الأموال العامة كافة الجرائم المتعلقة بالفساد الوظيفي والرشوة واستغلال النفوذ وجرائم سوق النقد والتزييف والتزوير، فضلاً عن مواجهة الأنماط الإجرامية المصاحبة لنشاط بطاقات الائتمان. ولم تغفل الوزارة التطور التقني في الجريمة، فأنشأت إدارة تضطلع بمواجهة جرائم تكنولوجيا المعلومات والجريمة الإلكترونية. وستظل الشرطة المصرية على نهجها في أداء رسالتها في حماية أمن البلاد وتوفير مقومات حياة آمنة اقتصادياً واجتماعياً زادها معين لا ينضب من قيم العطاء والتضحية والفداء لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الدولة في دفع عجلة التنمية والإنتاج والاستثمار في ظل المشروعات الكبرى التي تم إنجازها في وقت قياسي، يعكس رغبة وإصرار الشعب المصري على إنجاح مسيرته نحو مستقبل مشرق وغد أفضل لتحيا مصر دوماً.